السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار من قناة سهيل الفضائية، وإليكم أبرز العناوين. مقتل جندي وإصابة آخرين برصاص مسلحين حوثيين هاجموا نقطة للأمن في عمران. الداخلية تحمل الحوثيين مسؤولية مهاجمة النقاط الأمنية بعمران وتتعهد بملاحقة القتلة. الوفد الحقوقي والصحفي الزائر لهمدان والصرم يكشف جرائم ميليشيات الحوثي. إلى التفاصيل. استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور محمد كورماز والوفد المرافق له، وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون اللقاءات بين العلماء المسلمين واسعة من أجل التنسيق والتفاهم لخدمة قضايا الأمة الإسلامية بعيدا عن الصراعات أو التطرف والغلو الذي أضر بصورة الإسلام ومنهجه الوسطي. من جانبه نقل رئيس الشؤون الدينية التركية تحايا الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا بأن مكانة اليمن في قلوب الشعب التركي كبيرة وعظيمة. وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا وملموسا في العلاقات الأخوية بين البلدين على مختلف المستويات، وشاد بجهود رئيس الجمهورية في معالجة التحديات الراهنة وإنجاح المرحلة الانتقالية. وفي اللقاء أهدى رئيس الشؤون الدينية التركية الرئيس هادي نسخة من القرآن الكريم تم خطها من قبل السلطان سليمان القانوني. هجم مسلحون حوثيون صباح اليوم نقطة تفتيش أمنية على مدخل مدينة عمران. مصادر عسكرية أفادت أن الهجوم أدى إلى مقتل جندي ينتمي إلى قوات الأمن الخاصة وإصابة جنديين أحدهما في من منتسبي الشرطة العسكرية والآخر من أفراد اللواء 310. وقالت تلك المصادر أن الحوثيين حاولوا الدخول إلى المدينة وهم يحملون أسلحة متنوعة قبل أن تمنعهم قوات الأمن والجيش المتمركزة في نقطة الضبر الواقع على بعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة عمران. ويأتي هجوم ميليشيات الحوثي على نقطة التفتيش وإصرارهم على دخول مدينة عمران بالأسلحة كمحاولة لتفجير الوضع في المدينة. هذا وقد استنكرت وزارة الداخلية الهجوم المسلح للعناصر الحوثية على نقطة التفتيش. ونقل مركز الإعلام الأمني عن مصدر مسؤول في الوزارة استغرابه الشديد للممارسات المخالفة للقانون التي تقوم بها بعض العناصر المسلحة في محافظة عمران وقيامها بمهاجمة النقاط الأمنية التي تؤدي واجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار. وأضاف المصدر بأن تلك العناصر المسلحة الخارجة عن القانون تابعة لمن يسمون أنفسهم أنصار الله هاجمت عددا من النقاط الأمنية وحاولت دخول مدينة عمران بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ودعت وزارة الداخلية على لسان مصدرها المسؤول تلك العناصر إلى عدم الاعتداء على النقاط الأمنية أو الدخول بأسلحتها وإزعاج الأمن والاستقرار بالمحافظة، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحزم وصرامة وتطبيق القانون والنظام على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المواطن. وفي بيان آخر نعت وزارة الداخلية جندي أحمد المقص الذي وصفته بالشهيد البطل الذي قتل على يد عناصر خارجة عن القانون في إشارة إلى الحوثيين. وقالت في بيان النعي إن القتلة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية البشعة لن يفلتوا من العقاب، وأن الوزارة لن تتهاون في التصدي لكل العناصر الخارجة عن القانون التي تحاول تعكير الأمن والاستقرار والسكينة العامة للوطن.
أصدرت الهيئة العليا لقيادة أنصار الثورة الشبابية بيانا بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتأييد قادتها لثورة الشباب السلمية في 21 من مارس 2011. وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تحقق كامل أهداف الثورة. ودعا البيان إلى اصطفاف اليمنيين إلى جوار رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي من أجل تنفيذ تلك المخرجات، معتبرا أن القوى التي تبرر عرقلة تنفيذها جاهلة بواقع الأحرار. وقال البيان إن أنصار الثورة يدركون العراقيل الجمة التي يفتعلها من فقدوا مصالحهم ومن ألقوا استخدام أو من ألفوا استخدام العنف، وأن قيادة أنصار الثورة ستواصل وقوفها مع الإرادة الشعبية التي عبرت عنها ساحات التغيير في عامي الثورة، وأنه لا يمكن لأحد أن يضع حدا لهذه الإرادة. عقد الوفد الحقوقي والإعلامي الزائر للمناطق التي هاجمتها ميليشيات الحوثي بهمدان والصرم، عقدت مؤتمرا صحفيا عرض خلاله مشاهدات للانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين. عقد الفريق الحقوقي والإعلامي الزائر لمديرية همدان بمحافظة صنعاء ومنطقة الصرم بعمران مؤتمرا صحفيا يومنا هذا السبت لإطلاع الرأي العام على حجم الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثي في المناطق التي اقتحمتها وقام الفريق بزيارتها. الانتهاكات والجرائم التي تم رصدها من خلال السكاوي والبلاغات التي تقدم بها أهالي الضحايا وأبناء القرى التي وقعت فيها المواجهات مع الجماعات المسلحة الحوثية الواحدة للقتال في همدان، ومن خلال استمارات الشهود الذين أتلوا بشهادتهم أمام الفريق بشكل قانوني، ومن خلال مشاهدات الفريق لآثار المواجهات والخراب الذي خلفته. وقد تحدث الفريق الزائر عن حجم الدمار الذي أصاب بيوت المواطنين التي تم تدميرها بشكل كامل، وعما شاهده من نهب للممتلكات. وأكد الفريق الغياب التام للدولة في المناطق التي تتواجد فيها ميليشيات الحوثي، مبديا استغرابه من بعض التصريحات الرسمية حول انسحاب الميليشيات المسلحة، مؤكدا أن آخر زيارة قام بها الفريق كانت يوم أمس الجمعة، وأنه لاحظ التواجد الحوثي من خلال الدوريات والنقاط على الطرقات. نحن يوم الجمعة رأينا النقاط العسكرية الخاصة بالحوثي موجودة وعليها أطفال كانوا يستمرون في تلك النقاط، كذلك رأينا بأنفسنا بأن هناك أكثر عسكرية يتم توزيع الخطباء على الجوامع قبل صلاة الجمعة وإجبار المصلين على استماع خطب هؤلاء وهم يتبعون جماعة الحوثي. وأوضح الفريق أن عمله لن يقتصر على إطلاع الرأي العام على هذه الانتهاكات التي رآها والسمع إلى شهادات المواطنين حولها، ونحن على أتم الاستعداد لمقاضاتهم حتى وإن قدموا كفارين أو مجرمين فارين من وجه العدالة، وإن لم يكن في القضاء المحلي متسع فنعتقد أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 وعبر لجنة الخبراء يمكن أن يفي بالغرض. وطالب الفريق بإدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية بناء على النهج الذي تسير عليه، كما طالب الدولة ببسط وجودها على هذه المناطق ودحر الميليشيات المسلحة التي تجد من تراخي الدولة في التعامل معها ما يشجعها على مزيد من الانتشار ومزيد من الانتهاكات. نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين وعدد من الناشطين الحقوقيين وقفة تضامنية مع الصحفي الأمريكي لوك سومر المختطف منذ ما يزيد عن 6 أشهر، ولا يزال الصحفي لوك سومر مختطفا في جهة مجهولة منذ أن اقتاده مسلحون من شارع الزبيري في العاصمة صنعاء منتصف سبتمبر الماضي. وأكدت النقابة بأن جرائم الاختطاف تضر بسمعة البلاد وتهدد اقتصادها، كما تتناقض مع ما أمر به الدين الإسلامي الحنيف من إكرام الضيف.
تظاهر المئات من أبناء المحويت وذمار والحديدة أمام منزل رئيس الجمهورية للمطالبة بإطلاق سراح 3 جنود مختطفين ينتمون لتلك المحافظات. وناشد المحتجون رئيس الجمهورية ووزير الدفاع التدخل والإفراج عن العقيد محمد أبو الغيث ومرافقيه الجندي جمال الجبري وخالد باكر الذين اختطفوا من قبل مجموعة مسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم العسكري باللواء 23 ميكا المرابط في منطقة العب بمحافظة حضرموت. وأبدى أهالي العقيد المختطف استغرابهم من الصمت المريب للجهات المعنية وعدم تحركها لإطلاق المختطفين الثلاثة. هو طبعا أركان حرب كتيبة الحماية تابع للواء 23 ميكا بالعبر تعرض للاختطاف. إلى الآن لم نصل إلى حقيقة ما جرى، لكن من الأخبار الأولية هي عصابات تقطع ضد أفراد القوات المسلحة والأمن. مطالبنا اليوم جئنا لنعبر لولي الأمر بعد أن نفذت كل الطرق، انتهى كل التواصل مع قيادة السلطة المحلية بحضرموت، مع شرفاء ووجهاء حضرموت، مع قيادة وزارة الدفاع، ولم يأتي أي ثمار لذلك التواصل. جئنا إلى هنا في وقفة احتجاجية نحتج فيها على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة وعلى وزارة الدفاع لما حصل من مواقف سلبية تجاه اختطاف أبنائنا، أبناء العقيد محمد علي أبو الغيث من محافظة المحويت ورفاقه من محافظة ذمار والحديدة، حيث كانوا يؤدون مهمتهم في العبر في حضرموت في محافظة حضرموت واختطفوا، ولا نجد مواقف شديدة من الدولة ومن الحكومة في سبيل الإفراج عن هؤلاء المختطفين. نناشد رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المختطفين الضابط العقيد محمد علي الغيث، محمد عبد الغيث، والجندي جمال الجبري وزميله صاحب الحديدة. نناشد الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، ونناشد الأخ وزير الدفاع ووزير الداخلية والدار المحلية بسرعة الإفراج والمطالبة بزملائنا في القوات المسلحة من الاختطاف. فجر مسلحون انبوب نفط في نقطة كيلو 117 بمنطقة العبدة مديرية خولان محافظة صنعاء، واتهمت وزارة الداخلية 4 أشخاص بتفجير الانبوب ووصفتهم بالعناصر التخريبية. وقالت أجهزة الشرطة في صنعاء بأن المتهمين هم علي صالح الحاج ونبيل صالح العبيدي والأخوين محمد وأحمد حسين العبيدي. وذكرت الشرطة أنها كلفت المنطقة الثالثة وإدارة شرطة مديرية خولان بالتنسيق مع المنطقة العسكرية لضبط المتهمين المذكورين بأقصى سرعة. طالبت أسر شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية بسرعة تقديم جميع المتورطين في قتل أبنائهم إلى المحاكمة وتنفيذ القصاص العادل من قتلة الشهداء، مؤكدين بأن التعويض المادي وحده لا يجبر الضرر. أسر الشهداء دعت جميع شباب الثورة إلى تكثيف الجهود حتى تحقيق العدالة وانتزاع الحرية للمعتقلين وتوفير العلاج لجميع جرحى الثورة. جاء ذلك في فعالية أقامها اليوم اتحاد الائتلافات النسائية تحت شعار الكرامة حق لا ينسى، وذلك أحياء للذكرى الثالثة لجمعة الكرامة. الفعالية التي تخللها عدد من الفقرات الفنية ومعرض لصور الشهداء حضرتها وزيرة حقوق الإنسان حوريا مشهور. أيضا في برنامج حكومة الوفاق أن ترعى أسر الشهداء رعاية كاملة، ترعاهم تعليميا، ترعاهم صحيا، توفر لهم السكن اللائق، توفر لهم الأموال الضرورية من أجل أن يعيشوا بكرامة مثل ما هم صنعوا لنا هذه الكرامة، أن نحيا أحرارا، أن نعيش بكرامة في داخل الوطن. نحن مضينا إلى الحوار الوطني والحمد لله الحوار الوطني اختتم بنجاح، والآن نقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، سنتجه إلى دستور جديد. المخرجات الحوار الوطني أيضا أكدت على مسألة رعاية الشهداء وأسر الشهداء، فينبغي أن نلتزم بهذه المخرجات، هذه مخرجات واجبة الإنفاذ، وهذه التزامات أخلاقية تجاه أسر الشهداء ورعايتهم. فعالتنا اليوم هي احتفائية لذكرى جمعة الكرامة من قبل الاتحاد الائتلافات النسوية الثورية، والتي كانت لها أدوار كبيرة في الثورة وما زالت أدوارها مستمرة للمطالبة بحقوق أسر وأبناء الشهداء والجرحى
وأيضا المعتقلين. هي فعالية نذكر فيها أننا لن ننسى دماء الشهداء، هذا المبدأ الأول. والمبدأ الثاني، سيظل القصاص واجب علينا إلى أن نأخذ مطلبنا هذا. أقام ائتلاف سبا بمديرية الوادي مهرجانا جماهيريا حاشدا بمناسبة الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة بحضور جموع غفيرة من أبناء المنطقة. وفي مهرجان أكد رئيس أحزاب المشترك في مأرب الشيخ مبخود بن عبود الشريف في كلمته على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الشعب الذي أسقط المخلوع وهو ممسك بتلك الترسانة العسكرية والألوية من الجيش قادر على إلقاء القبض عليه إذا استمر في غيه وتخريبه للوطن والتآمر على أمن واستقرار البلد والتحالف مع قوى الشر. وألقى صالح بن حسين كلمة شباب الائتلاف أكد فيها على ضرورة إسقاط الحصانة ومحاكمة قتلة الثوار واستعادة الأموال المنهوبة. بحضور سياسي وأمني بدأت اليوم في تعز فعالية الندوة التوعوية بمخرجات الحوار الوطني الشامل التي تستهدف المئات من رجال وحدات الأمن. محمد يوسف التفاصيل. بتنظيم من قبل منظمة السلم الاجتماعي وإدارة أمن تعز، اجتمع رجال الأمن بكل مديريات المحافظة بندوة توعوية بما يخص الجانب الأمني بمخرجات الحوار الوطني. 23 مديرية أمن وعشرات أقسام الشرطة وبحث جنائي وأحوال مدنية وقوات خاصة وشرطة، جهات أمنية يعمل بها الآلاف، مطالبون جميعا بمعرفة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بأعمالهم اليومية. يجب أن نكون مع الوطن، هذا مع تعز ومع الوطن، وأن نعمل جاهدين على تعزيز العلاقة مع المواطن. البعض لا زال في عقليته من رجالات الأمن أفراد وضباط وصف، لا زال في عقليته أنه هذا الحزب أو ذاك هو الذي يدعمنا، هو الذي يعمل معنا، هو الذي أوجدني في هذا المكان، هو اللي هذا ما هو صح. المواطن هو اللي أوجدك في هذا المكان. تحسن يشهده الأمن وسيتحسن أكثر عندما يبتعد رجال الأمن والجيش عن العمل السياسي والحزبي. جريمة الحزبية في الجيش والأمن وأيضا تجنيبهم من ممارسة العملية السياسية سواء بالاقتراع أو بالترشح، هذا الجانب اللي يتفرغ الجيش والأمن لمهمتهم السامية التي هي حماية الوطن بالنسبة للجيش والسيادة الوطنية وحماية الأمن بالنسبة لقوات الأمن. توافق اليمنيون جميعا في مؤتمر الحوار الوطني على قواعد ومحددات للعمل الأمني للحفاظ على حقوق المواطن ورجل الأمن، فإذا طبق ما جاء بالحوار الوطني سيتوفر الأمن وسيبنى الوطن وسيحفظ لكل حقه. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. أعلن رئيس اللجنة الرئاسية للنظر في قضايا وتظلمات الأراضي في محافظة الحديدة القاضي يحيى الإرياني أن اللجنة ستبدأ استقبال تظلمات المواطنين من يوم الاثنين المقبل. وأضاف القاضي الإرياني في تصريح صحفي أن اللجنة الرئاسية خصصت المركز الرئيس في المدينة بجوار مكتب التربية إضافة إلى 3 فروع لاستقبال التظلمات، مشيرا إلى أن المركز الأول هو فرع المراوعة ويشمل مديريات باجل والمنصورة والسخنة والمنصورية وبرع، والمركز الثاني مركز زبيد ويشمل مديريات الحسينية وبيت الفقيه وزبيد والتحيتة والجراحي والخوخة وحيس، فيما المركز الثالث وهو مركز الزيدية ويشمل مديرية الضحي والمغلاف والمنيرة والقناوس والزيدية والزهرة والحية. وشار القاضي يحيى الرياني إلى أن اللجنة عدت الاستمارات اللازمة للتظلمات، وستكون المرحلة الأولى من عمل اللجنة استقبال التظلمات وفقا لنماذج الاستمارات المعدة من ثم النظر في القضايا في المرحلة الثانية من عملها. بمناسبة يوم الأخوة الكشفية العربية، دشنت مفوضية الكشافة بمحافظة إب كرنفالا كشفيا شارك فيه عدد من طلاب مدارس مديرية المحافظة. قدم المشاركون عروضا كشفية متنوعة في مدرسة النهضة. وفي نهاية الكرنفال كرمت قيادة مفوضية الكشافة بإب المشاركون المتميزون في العرض الكرنفالي.
ليس جديد على كشافة محافظة طيب، وهم دائما من المفوضيات السباقة إلى الأنشطة والفعاليات المتعددة، ومنها الأنشطة المتميزة على مستوى المحافظة، وكذلك حضورهم دائما المتميز والجميل في كل المحافل. ختام النشرة والتذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. مقتل جندي وإصابة آخرين برصاص مسلحين حوثيين هاجموا نقطة للأمن في عمران. الداخلية تحمل الحوثيين مسؤولية مهاجمة النقاط الأمنية بعمران وتتعهد بملاحقة القتلة. الوفد الحقوقي والصحفي الزائر لهمدان والصرم يكشف جرائم ميليشيات الحوثي. دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.